وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو. مرحبا بك معنا أستاذ طه. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأنه يتوقع دخول قوات تركية إلى شرق الفرات في وقت قريب جدا، كيف تقرأ هذا التصريح قبيل زيارته إلى موسكو غدا؟ نعم، في البداية مساء الخير لك ولسادة المشاهدين. يعني بدون شك التصريحات التركية وتصريحات الرئيس أردوغان جاءت قبل قليل أمام مؤتمر جماهيري في مناطق جنوب شرق تركيا، وهي أيضا جاءت بعد أيام تصريحات وزير الدفاع. بدأ طلعات جوية ما بين الجيشين التركي والأمريكي. نعم، هناك تطورات متسارعة، ولكن هذه التطورات تأتي والغزارة الحديث وغزارة التصليحات تأتي فقط من الجانب التركي لحتى هذه اللحظة. الجانب الأمريكي هناك تكتم في التفاصيل في المعلومات حيال ما يجري فيما يتعلق في المنطقة الآمنة. المنطقة الآمنة نعم تم الاتفاق وتم الوصول إلى بنود فيما يتعلق بإنشاء هذه المنطقة، ولكن إلى حتى هذه اللحظة كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حتى الأتراك أعلنوا أن هناك خلافات فيما يتعلق بالتفاصيل، خلافات فيما يتعلق بعمق هذه المنطقة. الحاصل الآن حاليا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة وهو تم الاتفاق على آلية عمل. نحن نتحدث عن آلية عمل مشتركة ما بين الأتراك وما بين الأمريكان. هذه هي النقطة الأساسية. الاتفاق أيضا كان هناك نقطة مهمة، تنفيذ هذا الاتفاق أو هذا التفاهم إن صح التعبير هو تدريجيا خطوة في خطوة، وهذا هو ما تسير به الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أنقرة حاليا هي مستعجلة وفي عجالة، تريد إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة، خاصة مع التطورات المتسارعة في إدلب وما حصل خلال الأيام الأخيرة الماضية، وكان له انعكاسات حقيقة على الوضع داخل تركيا وخاصة متعلق بخسارة أو محاصرة النقطة التركية في موريك. نعم، يعني أستاذ طه، بالحديث عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، كيف تراها في ظل تداعيات الموقف في الشمال السوري وفي القلب، منها قصف النظام للرتل العسكري التركي قرب خان شيخون؟ يعني التصور أعتقد هي زيارة مهمة وصعبة للغاية، خاصة بأنها هي تأتي كما ذكرت لك وسط تصعيد كبير من قبل قوات النظام السوري ومدعومة من قبل طيران الروس، وأيضا هناك نية أو هناك إصرار من قبل روسيا على تسليم تلك المنطقة للنظام، وعلى أن النظام حتى هذه اللحظة ما زال متمسكا بالحل العسكري. هذا ما لاحظناه وتابعناه خلال القصف والنجازة التي ارتكبت خلال الأيام والأسابيع الماضية. أعتقد أن هناك الخيارات صعبة أمام الرئيس أردوغان، الذي هو يحاول قدر الإمكان هو عدم التخلي عن ورقة إدلب. إدلب بالنسبة لتركيا هي ورقة مهمة وهي تضعها في وسط المعادلة السورية. تحدثنا عن الخلافات الموجودة إلى حتى هذه اللحظة ما بين واشنطن وأنقرة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، لذا أعتقد سوف يكون بالغد المباحثات سوف تكون شاقة للغاية، وسوف تكون هناك نوع ما التوصل، يعني هذا ما تريده أنقرة، التوصل إلى صيغة مشتركة لوضع أو إيجاد صيغة جديدة لاتفاق سوتشي الذي تم إبرامه في أيلول الماضي. وهذا الاتفاق هو إبعاد قوات النظام عن تلك المنطقة وعن وخاصة عن النقاط المراقبة التركية. نعم أستاذ طه، يعني وزارة الدفاع التركية من جهتها قالت بأنها تواصل العمل لبدء دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية في المنطقة الآمنة قريبا. بماذا تفسر هذا الإصرار التركي رغم الرفض المستتر إذا صح التعبير من قبل الروس؟ يعني كما ذكرت لك، يعني أنقرة هي تريد إنهاء هذا الملف. أنقرة إلى حتى هذه اللحظة هي تعي تماما بأن حاليا الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد تأسيس وإنشاء هذه المنطقة وفق الرؤية، وفق الرؤية والمقاربة الأمريكية، ولكن أنقرة هي تريد وضع حد، خاصة هناك تقريبا منذ تصريحات الرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي بموضوع الانسحاب والحديث عن المنطقة الآمنة، هي تلقفت هذه القضية وهي تريد إنها، خاصة لأن حاليا الوضع داخل تركيا وخاصة فيما يتعلق بالتهديدات من قبل المنشآت الكردية إن كانت في سوريا أو حتى في
شمال العراق المنظمات الإرهابية، كل هذه الأمور لها تأثير كبير على تركيا، ولذا تركيا تريد إنهاء هذا الملف حتى تتفرغ تماما لموضوع إدلب. نعم، الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.